نبدأ بالتعليق الذي انتشر الآن على مواقع التواصل الاجتماعي في صورة ظهرت لإمام الحرم السابق الشيخ عادل الكلباني وهو يدعو لفعاليات الرياض. ولنا في هذه الصورة وفي هذا الموقف ثلاث تعليقات. أولا، صح في الأثر من كان مستنا، أو قال من كان مؤتما أو مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. دائما الإنسان إذا بده يتأثر بحدا أو إذا بده يقتدي بحدا، اجعل القدوة تبعيتك إنسان ميت من الصالحين، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الإنسان إذا حط إنسان قدوة لإله خلص بيقلده بكل شيء أو بمعظم الأشياء اللي عم يعملها، وكان هالإنسان من الأحياء، ثم انتكس هذا الإنسان لربما ينتكس بانتكاسته. والله إنساني عند فلان هي القدوة، وخلعت الحجاب لربما تخلع الحجاب تأسيا بها، نقول والله فلان إذا عملت هيك نحن بنعمل، فلان نحن والله ماشيين معه، أو الشيخ نحن هذا بنقلده بكل شيء، وراح طبل للطواغيت حنطبل للطواغيت معه، بنقول الشيخ الفلاني إذا قال هيك عن الطواغيت، أو إذا قال هيك عن الجماعات الفلانية، أو إذا حذر من الجماعات الفلانية، أو إذا كان عنده فتاوى شاذة. وقديش شفنا نحن مشايخ وعلماء ودعاة راحوا كتير مع الطواغيت، أو صار في عندهم فتاوى شاذة والناس تبعون بس عشان مقتديين فيهم. وشفنا من الدعاة ومن العلماء، بل أحد العلماء المعاصرين ألف كتابا بالرد على الملاحدة والرد على أهل البدع بالبداية، أثني على هذا الكتاب في الحرمين، مش بالحرم، خطب الجمعة أثني عليه، ثم في نهاية حياته أصبح من الملحدين، ملحد يعني ارتد عن الدين كله. فهذا الرجل في نهاية حياته قد وقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، قال سلوات خداعات. هذه السنوات الخداعات جاء في وصفها، قال يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فبداية أولا، لما بدك تأخذ قدوة لحالك ولما بدك تأخذ قدوة لإلك، يكون إنسان مات، إنسان عرف بالصلاح من السابقين وختم له بعمل صالح، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا أولا. ثانيا، الإنسان لا يأمن نفسه حتى لو وصل إلى درجة كان فيها إماما للحرم. عادل الكلباني وقف إماما للحرم وكان يدعو الناس للصلاة، وكان يدعو الناس لهجر المعازف، وكان يدعو الناس لهجر المنكرات. الآن أصبح مروجا لحفلات الرياض التي فيها المعازف والغناء، وسطر عنده كثير من الفتاوى الشاذة التي حذر منها العلماء. فالإنسان لا يأمن على نفسه حتى لو أصبح إماما للحرم. ولذلك نأتي إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أكثر دعائه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإياك أن تضمن نفسك. يعني أنا لا أضمن نفسي ولا أضمن زوجتي ولا أضمن أولادي، لا نضمن على أنفسنا الانتكاسة، نسأل الله الثبات، ولنكثر من دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا نأمن على أنفسنا الفتنة، لا نأمن أن نكون كما قال الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ونحن بنشوف حالنا أساسا بإقبالنا وإدبارنا على الطاعات، نشوف حالنا برمضان لما نقبل على الطاعات ونقبل على الصلوات ونقبل على الله سبحانه وتعالى ونكون في همة عالية، ثم تفطر الهمم بعد رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة، يعني شرارة وانطلاقة، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. المشكلة لما يكون آخر شيء عندنا الفترة والهدوء يلي بعد الطاعة يلي بيخدنا الشيء للمعصية. إذا أنت غضيت بصرك مرة واثنين وثلاثة ما تضمن أنه دائما أنت حتغض بصرك. إذا أنت حافظت على الصلاة شهر وشهرين وسنة وسنتين ما تضمن أنه دائما أنت حتحافظ على الصلاة. الثبات بيد الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام كان من دعائه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فإياك أن تظن أنك ثابت على دين الله سبحانه وتعالى، لا تتزحزح ولا تتغير، وأن هذا الثبات بيدك. الثبات بيد الله. فدائما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
ما بنضمن أنفسنا. إياك أن تغتر بنفسك، إياك أن تغتر بعملك، إياك أن تغتر بتثبيت الله سبحانه وتعالى لك، إياك أن تنظر لنفسك أن تبيت وقد وضعت رأسك على الوسادة ونظرت إلى نفسك نظرة عجب، تعجب بعملك أو تعجب بثباتك أو تعجب بحجابك أو تعجب بمظهرك، بلحيتك، باستقامتك، بحضورك للصلوات، بصيامك، بإفطارك مع بقيامك لليل، بإفطارك بعد الأذان وقد صمت، إياك أن تعجب بهذا. فالثبات من الله. فيا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. المسألة الثالثة، قلنا أولا الإنسان لا يضمن نفسه، ثانيا من كان مستنا فليستن بمن قد مات. المسألة الثالثة، وجدنا أن الشيخ عادل الكلباني قد وقع بفتاوى شاذة، وقد وقع بما وقع فيه الآن من دعوة الناس لحفلات الرياض ونحو ذلك. الموقف من الشيخ عادل الكلباني أو من كل إنسان رأينا منه تقصيرا أو رأينا منه بعدا عن الله سبحانه وتعالى أن ندعو له بالهداية، يعني لندعو له اللهم اهد قلبه، اللهم أعده إلى ما كان عليه من إمامة الناس والدعوة إلى الله، وأن يكون بمظهر المسلم الملتزم الداعية إلى الله. ألا يعيد، يعني ينبغي ألا نعين الشيطان عليه، لا نكن عونا للشيطان على أخينا. قد وقع، نعم قد وقع، وندعو الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا فتنة لا للذين كفروا ولا للذين آمنوا، ألا يفتن أحد بنا. فندعو الله سبحانه وتعالى لكل داعية وقع في ذلة، وقع في ذلة أو زلة، أن يعيده الله سبحانه وتعالى إلى الحق. هناك بعض الصحابة، الصحابة ومرتبة الصحابة أعظم من مرتبة ولو كان إمام الحرم، قد وقعوا في كفر ثم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وأسلموا وحسن إسلامهم. فنحن إذا علمنا من أحد أنه قد وقع في معصية، وقع في ذلة، وقع في شيء، ندعو له بالاستقامة. إذا علمنا أن أخت كانت محجبة ونزعت الحجاب، ندعو لها أن يعيدها الله سبحانه وتعالى للالتزام. إذا علمنا أن أخ كان من المصلين وترك الصلاة، كان مستقيما ثم شرب الخمر أو شرب المخدرات أو ابتعد، أو يعني أي إنسان وقع في تقصير، كما نتمنى أننا إذا وقعنا في تقصير أن يدعو لنا غيرنا بأن نتوب إلى الله وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك إذا رأينا غيرنا قد وقع في تقصير لا نعين الشيطان عليه وندعو له بالتوفيق والهداية والسداد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.